بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بشرح لكم شرح قياس البطارية. أي بطارية موجود عندك باستخدام الترموميتر، هذا الجهاز الترموميتر، هذا الجهاز شوفه. أول شيء عليك أنك تحط الأحمر في هذا الفي، العلامة هذه شفت هاك، ترى في علامات واجد بس هذا الأحمر في، هذه العلامة أوكي، هذا معناته الموجب. والأسود وين؟ في الكام، شوف كام الأسود في الكام، خلاص هذا أهم حاجة، هذا أهم خطوتين. أو ثاني شيء شنو ها؟ عليك أنك تحدد البطارية كم حجمها، يعني شوف هاك الآن هذه البطارية أتوقع حجمها، خلنا أشوف بس إياك أنا، شوف هذه 1.5، 1.5 يعني فولت. الآن البطاريات عادة يستخدمون التيار المستمر، التيار المستمر يرمز له في الترموميتر هذا بهذه في، عليه 3 نقاط وخط، شفت هذا التيار المستمر. يعني اي بطارية عندك موجودة لازم تحددها. الان مسموح لك تختار من اي واحد من ذي الجهة، شفت هاك 200 امبير في 200 في 20، بس 200 امبير المفروض ما تختاره لانه اقل من ذا، تختار الاعلى من 2 20 في 200 في 1000 في. الان بنختار احنا لانه 1.5 بنختار 2. الآن نجيب هذا الأحمر نحطه في جهة الموجب، شوف الآن الموجب وين؟ هذا جهة الموجب، الأحمر نحطه جهة الموجب، وشرط إن ما نلامس يدنا بهذا، يعني ما نخلي يدنا تلمس، شوف الآن، والسالب جهة هذا، يعني ما نلمس يدنا، ما نحط يدنا جهة هذه نمسكها كذا، شفت هذه كذا ما نلمسها كذا. نحط هذه هنا وهذه هنا، شوف الآن شفت في الترموميتر كم طلع عندك 1.58، يعني هذه حجم هذه بطارية صالحة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.